احنا طبعا كلامنا يأثر فينا، لكن احنا موجودين ورجالة وبندافع على المواقع بتاعتنا صح، ومفيش اي عرس يقدر يقرب منكم يعني. طبعا احنا على راجل واحد وايد واحده وما نسمعش الكلام ده، وعمالين يطلعوا في اشاعات مش عارف مساعدين وزير مش عارف ايه ومش عارف الكلام ده كل ده كده كل ده كده. الاشاعات اللي بيطلعوها دي كلها مقصود بيها انت طبعا راجل هتقول لك مساعد الوزير، طب انا مدير امن مساعد الوزير لما يروح للمحاكمه يروح المحاكمه يبقى انا اروح بقى امشي. فكل دي اشاعات وكل ده كلام بيتردد مقصود منه انه طبعا هو مخطط عشان تبقوا عارفين، كان مقصود منه كل المراكز والاحسان وتخلى والناس دي تستولى على البلد وتستولى على السلطه، بس الحمد لله ما كملش. اه طبعا هنا ابطال ما انا عارف، فالكلام ده احنا رجاله وما نسمعش الكلام ده وهنأدي اعمالنا، واللي هيخالف القانون هنحاسبه واللي هيغلط هنحاسبه، وكل واحد غلط لازم هيجي ويتعامل معاه اجراء قانوني ويخش السجن. اللي يمد ايده على سيده لازم ايه يتضرب بالجزاء، تتقطع ايده. واحنا اسيادهم واحنا الامن واحنا الامان واحنا اللي حاميينهم، والناس كلها كانت بتعيط بتقول يا رب تيجوا عشان اللي احنا فيه. شافوا طبعا ايام سواد وشافوا ايام عرفوا يعني الشرطه ليها قيمه واحنا لينا قيمه ولينا وزن ولينا وضع والدنيا والناس كلها ما بتعرفش ما تقدرش تعيش من غير انت بتمشي في الشارع انت عشان تبقوا عارفين. اه بس احنا بنتعامل مع الناس بالحسنى وطبعا بالعلاقه الطيبه، المعامله مع المواطن العادي لازم تبقى بالاسلوب اه طبعا مع المواطن العادي، انا بقول العادي، انما المنحرف بينا له معامله خاصه، وهو نقف ايد واحده ونأدي عملنا وما نسمعش بقى الكلام اللي بيتقال ده، لان ده ملوش اي لازمه عندنا وملوش اي اعتبار عندنا. وشد حلو. بصوا يا رجاله، هو السيد المدير عمل حاجه النهارده انا عايز اقولها لكم عشان كلكم تتعلموا، يعني احنا كلنا بنتعلمه من السيد المدير. اتفضل يا باشا. المدير راح عند البنك في دمنهور، كان في واحد مش عارف يصرف فلوس محتاج فلوس، فالسيد المدير اداله فلوس من جيبه. ليه؟ قال علشان ده لما يشوف العيال بتهتف بدل ما يضرب طوبه يضربه امه بالطوبه. اه يعني المقصود احنا عايزين يعني المرحله الجايه عايزين نتصالح مع الناس الكويسه. ان شاء الله. مش تعالي تتعلم مع الناس كويس. والكلام اللي حصل ده خلي بالكم اللي ادير منه الغلبان. الغلابه هم اللي اديروا اكتر يعني. يعني احنا عايزين بدل ما الناس تبقى معاهم تبقى معانا. احنا الامور دلوقتي كويسه والامور زي الفل ومفيش اي حاجه، واحنا في ان شاء الله بنفسكم وشد حلو. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. السلام عليكم.